بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من مكتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالوقوف مع هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية الكريمة فيها أمر من الله جل وعلا بشيئين في الحج. الأمر الأول الإتمام، إتمام الحج والعمرة، وذلك بأداء مناسكهما على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والأمر الثاني لله، أي هذا فيه أمر بالإخلاص، الإخلاص، وهذا في كل عمل اشترطوا له شرطان: الإخلاص لله فيه، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأدائه على وفق السنة النبوية. فإذا توفر هذان الشرطان فهما سبب للقبول عند الله سبحانه وتعالى. فإن لم تتم مناسك العمرة فإنها لا تصح ولا تقبل، وإذا أتمت ولكنها لم تخلص النية فيها لله، إن كان فيها رياء أو سمعة أو كان فيها مخالفة للسنة وفيها شيء من البدع، فإنها أيضا لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في الحديث: الحجاج والعمار وفد الله، وقد أكرم الله هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في الاستعداد لخدمة هؤلاء الوفود، وهيأت لهم سبل الراحة والاطمئنان كي يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، لعل لكم كلمة في ذلك. نعم، هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، هي خير على هذه البلاد وأهلها من جميع النواحي، وأهمها أنها توفر الأمن للمسلمين من حجاج ومعتمرين ووفود، وذلك بإقامة الشريعة وتطبيق العقوبات على المخالفين لها. فإقامة الشريعة فيها عمارة الكون وعمارة البلاد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الحكومة توفر للحجاج والمعتمرين والمقيمين، توفر لهم ما يحتاجون إليه من النفقات ومن الأكل والشرب وغير ذلك، فهذا من نعم الله على هذه البلاد، أعظمها أنها تقيم الشريعة، والأمر الثاني أنها توفر لأهلها والمقيمين فيها الأمر والأمن الأمن والاستقرار بفضل الله عز وجل وتوفيقه لها. نعم، الحمد لله
على هذه النعم الكثيرة، ونشكره شكرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح الفوزان، مع تذكير الإخوة والأخوات بأن الحلقة خاصة عن أحكام الحج وما يتعلق بهما في الحج والعمرة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في الحديث حديث إذا دخلت العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما هذا الحديث وشرحه مأجورين؟ نعم، هذه العشر، عشر ذي الحجة، عشر مباركة، عشر مباركة من جهة أنها عشر تتقدم الحج إلى بيت الله الحرام، ومنها فضل أيامها، ولذلك يستحب صيامها، وأيضا يكثر المسلمون من التكبير فيها، ويستقبلون الحج، ويستقبلون أيضا عيد الأضحى وذبح القرابين والأضاحي، فهي عشر مباركة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فضل عظيم لهذه العشر، فينبغي للمسلم أن يكثر فيها من ذكر الله، ويستحب صيامها، ويستحب فيها الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. من أخذ من شعره يا شيخ بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي، إن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا حرج، عفي لأمة الخطأ والنسيان، وإن كان متعمدا فقد فعل محرما، استغفر الله ويتوب إليه ولا يرجع إلى مثله. نعم. الأضحية يا شيخ هل لها شروط؟ نعم، يشترط فيها شروط: أن تسلم من العيوب المخلة من الكبر والهرم أو من الهزال والضعف أو من المرض الذي يؤثر فيها وفي لحمها، تكون سليمة، تكون بلغت السن، فالظان تكون بلغت ستة أشهر فأكثر، والمعز تكون بلغت سنة، والبقر تكون بلغت سنتين، والإبل تكون بلغت 5 سنين. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: زوج يمنع الزوجة من الحج وهي زعلانة منذ سنوات لم تؤدي فريضة الحج، ويقول بأن والدك هو المسؤول عن تحجيجك. لا، إذا كانت لم تحج حجة الإسلام ويسر الله لها المحرم وعندها النفقة فإنه لا يجوز له منعها، كما لا يجوز أن يمنعها من الصلاة، كذلك لا يمنعها من أداء فريضة الحج إذا توفرت الشروط عندها، لا يمنعها من ذلك، ليس هذا من حقه. نعم. ح-
حديث الشيخ تابعوا بين الحج والعمرة. نعم، حديث صحيح، تابعوا بين الحج والعمرة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فتكرار الحج والعمرة، العمرة على مدار السنة، وأما الحج ففي أشهر الحج وفي أيام الحج كل سنة، فمن أدى الفريضة فإنه يستحب له أن يؤدي حج التطوع، وكل ما كثر وتكرر فهو أفضل له. نعم. لماذا سمي يوم العاشر من ذي الحجة بيوم الحج الأكبر؟ لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي للجمرة وحلق وتقصير وذبح للهدي وطواف وسعي، فتتكامل فيه مناسك الحج في هذا اليوم، ولذا سمي يوم الحج الأكبر. نعم. نذكر السادة بتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال والسؤال في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حكم من لم يكمل طواف الوداع ورجع لبيته نظرا لعارض صحي نزل به؟ نعم، إن كان سافر مسافة قصر فأكثر، فإنه حينئذ يجب عليه الفدية بدل طواف الوداع. هو الذي ترك طواف الوداع ولا الإفاضة؟ طواف الوداع. أي نعم، يجب عليه فدية إذا بلغ مسافة قصر، وإن كان دون مسافة القصر يجب عليه أن يرجع ويطوف للوداع، لأن لما في الحديث أنهم أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. يا شيخ صالح، هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ لا يقدم السعي على الطواف، يطوف أولا ثم يسعى، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لمن فقد ثمن الهدي، هل يمنع يا شيخ من تحقق الاستطاعة أم لا؟ لا، ما يمنع تحقق الاستطاعة، يصوم بدل الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا إذا كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ صالح، عندي أولاد 12 سنة و11 سنة، وأرغب في أخذهم معي إلى الحج هذه السنة، هل توصون بذلك فضيلة الشيخ؟ وما حكم حج هؤلاء؟ نعم، هذا شيء طيب، أي من بلغ منهم فتكون حجة الفريضة، ومن لم يبلغ تكون نافلة، تكون له نافلة، هذا فيه فضل عظيم. نعم، وهم قد بلغوا سن التمييز أو أكثر، فكانت النية عندهم متوفرة والمقصد عندهم أيضا، ويقومون بأداء المناسك بأنفسهم. نعم. طيب، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. ياسر من جدة، تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ كل عام وانتم بخير. الله يحييك، تفضل ياسر سؤالك. سؤالي: يا اخي، ما خذينا من الدار يتيم. نعم. ولد خذيناه من الدار من سنة 2020 قبل 15 سنة تقريبا، والولد صار عمره 15 سنة، وتزوجت حرمة ثانية وخلفت منها، وذا الحين حرمتي تربى، فهل أرضع هذا الولد اللي أصبح للحين في أول ثانوي من الحرمة هذه عشان يصير يكتف عليهم ويصير؟ لا يا أخي، هذا كبير، ما هو بحاجة للرضاع، لا ترضعه. نعم، شكرا، بارك الله فيك. في عن اسمه ابن عثيمين رحمة الله عليه،
في مقطع يا أخي اسمع الله يهديك. خلاص أجابك يا الشيخ أخي يا أخي اسمع الله يهديك. نعم جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، المزاحمة لتقبيل الحجر ومع هذا الشخص نساء كثر، هذا مكروه، لا يزاحم على الحجر، يشير إليه إذا حاذى يشير إليه ويكفي، ولا يزاحم عليه يعرض نفسه وغيره للخطر والأذى. نعم. وهل هناك فضيلة شرط لتقبيل الحجر فضيلة الشيخ؟ شرط؟ أي هل يستحب يعني تقبيل، يستحب تقبيل الحجر في بداية الطواف، استلامه باليد ومسحه وتقبيله إذا تيسر. نعم. بالنسبة للحائض يا شيخ، هل هناك قراءة للكتب والأدعية يوم عرفة وفيها آيات قرآنية؟ نعم، تدعو تقرأ الأدعية وهي حائض، وتتجنب قراءة الآيات، تقرأ الأدعية التي ليست من القرآن. نعم. بالنسبة يا شيخ صالح للبرقع وقفاز اليدين والمرأة في الحج، من هي عن هذا؟ لا يجوز، يحظر على المرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة، ولا تلبس القفازين على اليدين وهي محرمة، هذا من محظورات الإحرام بالنسبة لها. نعم. تفضل يا سلطان معنا على الخط. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام. يا شيخ أنا بسأل، هل يجوز تلبس زوجتي الشراب وأنا بحج هالسنة؟ هذا هو السؤال. يجاوب الشيخ. بعد ما تحرم لا تلبس الشراب على الرجلين ولا على الكفين؟ لا على الرجلين. على الرجلين لا بأس، ما في مانع. والسؤال الثاني، يا أمي الله يغفر لها، أمي الله يغفر لها ورحمها، قبل توفى وصتني قالت لا تنساني بالأضحية، هل أخصها بأضحية لحالها أو أشركها معي؟ لا خصها، يعني هذا أفضل أنك تخصها بأضحية مستقلة، وإذا أشركتها معك فلا بأس. طيب السؤال الثالث، هل طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع؟ فقصدي طواف الوداع يغطي طواف إذا الإفاضة؟ كان آخر شيء. لا الوداع ما يكفي عن الإفاضة، العكس. العكس أنا قصدي. العكس هو طواف الإفاضة إذا كان آخر شيء وتسافر بعده يكفي عن الوداع. جزاك الله فيه ارتداد بالصوت. طيب شكرا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. من أهل بالحج مفردا يا شيخ صالح، هل حجه تام وهل عليه عمرة؟ نعم. من أهل بالحج مفردا هل يكون الحج تام؟ نعم، يؤدي مناسك الحج ويكون حج إفراد، والعمرة يأتي بها بعد الحج أو في وقت آخر. نعم. بالنسبة للإحرام يا شيخ بالساعة أو ما شابه ذلك يا فضيلة الشيخ، ما حكمه؟ لا بأس بذلك لأجل الحاجة، لا بأس بأن الرجل يحرم بالساعة لأنه يحتاج إليها لمعرفة التوقيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل، ما الأدعية والدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟ لم يحدد دعاء معينا إلا قول لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكرر هذا الذكر ويأتي معه بما تيسر من الأدعية. نعم. وصل هذا السؤال يا شيخ صالح، يقول الذين يأخذون الأجرة ليحجوا بها عن الغير، الحج لا يؤخذ عليه أجرة، وجميع العبادات ما يؤخذ عليها أجرة، وإنما يأخذ إعانة لنفقة الحج، لا بأس بذلك، يأخذ إعانة لنفقة الحج، وأما أنه يأخذ أجرة على الحج هذا لا يجوز، وليس ما أجرة هذا. نعم. المرأة يا شيخ الذي رفعت صبي لها وقالت ألي هذا حج؟ ق-
قال ولك الأجر، ما صحته؟ حديث صحيح، فحج الصبي مستحب ويكون له نافلة، ولي الذي يتولاه ويعينه له أجر. نعم. طيب تفضل يا أبو فهد من الدوادمي معنا على الخط. يا أبو فهد تكفى اقصر التلفزيون. أيوه. شوي اقصر التلفزيون أبو فهد، في صدى الآن عندي، اقصر التلفزيون واطرح سؤالك. طيب ألو. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ابني صار عليه حادث مروري وقبيل توفى والخطأ على كبير المتوفي، السؤال هل عليه الصوم ولا لا؟ يا أخي هذه حسب تقرير المرور يرفع للقاضي والقاضي يحكم عليه بما تقرير المرور القاضي. خطأ. طيب تقرير المرور خطأ عليه 100%. راجعوا القاضي. شكرا. نعم. فضيلة الشيخ، من ترك الحج مع القدرة عليه وتوفر شروطه. نعم. من ترك الحج مع القدرة عليه ما حكمه؟ حج الفريضة أو نافلة؟ حج الفريضة يا شيخ. حج الفريضة يجب عليه المبادرة، يجب على الفور، يجب عليه المبادرة بأداء فريضة الحج إذا تيسرت له ولا يؤخره. نعم. المحرم يا شيخ في الحج إذا سقط منه شعرات ما الحكم؟ إذا سقط منه شيء بدون اختيار أو ناسيا فلا حرج عليه. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ يقول هل يجوز لي الإحرام من مكان إقامتي في جدة؟ نعم، تحرم من مسكنك أو من المكان الذي نويت الحج فيه فتحرم منه. نعم. تفضل يا حمدان من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ صالح؟ الله يجزاك خير وينفع بك الأمة إن شاء الله. عندي سؤالين. تفضل. شخص حجات كثيرة ولم يطوف طواف الوداع في كلها، يكون عليه فدية يا أخي عن كل طواف وداع عنه فدية. نعم. السؤال الثاني. هل يجوز الإشراك في النية، يعني أتصدق وأنوي أنها عني وحفظ يدي مثلا؟ إذا كانت تطوعا لا بأس، تتصدق عنك وعن والديك وعن من تريد إذا كان هذا تطوع. نعم. جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخي حمدان. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام العشر من ذي الحجة، فضيلة الشيخ، هل كل سنة أصومها أم سنة أصوم وأترك سنة؟ أنت بالخيار، إذا تريد الأجر كل سنة تصومها، وإذا أنك يعني عليك مشقة أو فإنه لا يلزمك هذا. نعم. يقول شخص عليه كفارة ولم يصم، هل يصح حجه إذا أراد الحج؟ نعم يصح حجه، صوم الكفارة هذا دين في ذمته، يصومه متى ما تيسر له. نعم. يقول بالنسبة يا شيخ لاستلاف المبلغ لنفقة الحج، يقول والحج ما عندي أنا ما يكفي، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كان حج الفريضة فإنه يقترض، إذا كان عنده سداد ويستطيع التسديد يقترض ويحج، ما هذا شيء طيب. نعم. أنا أستخدم يقول الكمام أيضا في الحج، ما رأيكم في ذلك؟ إيش الكمام؟ الذي يوضع على الأنف من أجل الهواء وكذا، هكذا شيء. لا بأس بذلك، لا يغطي رأسه، أما أنه يغطي فمه وأنفه بالكمام فلا بأس بذلك. نعم. واستخدام الشمسية شيخ صالح؟ يرفعها على الرأس، لا بأس بذلك لكن يرفعها. نعم.
يقول يشكل على الكثير يا فضيلة الشيخ وضع الطيب بعد الإحرام يا فضيلة الشيخ. لا، ما بعد الإحرام تطيب، التطيب في البدن قبل الإحرام، في البدن ما هو بالثياب، في البدن قبل الإحرام، الذي أحرم يحرم عليه الطيب. نعم. هذا بعث بسؤال يقول: ما اسم البيت الذي يوازي الكعبة في السماء؟ البيت المعمور. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، نذكر السادة بتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال عن أحكام الحج والعمرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الحج المبرور، كيف يكون حجي مبرورا وكيف يكون اتباعي لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يكون مبرورا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تؤديه على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة. نعم، تفضل يا فالح من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ، أنا من المرابطين في الحد الجنوبي، وعشر ذي الحجة على الخط الأمامي، عشر ذي الحجة وش حكمها يا شيخ علي؟ ما هي واجبة، ما هي واجبة. بارك الله فيكم يا شيخ. فضل. نبغى دعواتك لنا بس على الحد الجنوبي. جزاك الله خير. الله يعينكم ويثيبكم ويسدد رميكم ويحفظ بكم البلاد. آمين. ويعظم لكم الأجر. نعم. بهذه المناسبة سماحة الشيخ صالح الفوزان، هؤلاء الذين يرابطون على الحدود ويقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله ثم في سبيل هذه البلاد وحمايتها، ما الواجب على الدعاة والمصلحين والخطباء في الدعاء لهم؟ نعم، يستحب للخطباء والدعاة وكل المسلمين أن يدعوا للمرابطين على الحدود بالنصر والتأييد والحفظ والحماية، وأيضا يدعون لهم بالأجر والثواب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن أراد تغيير النية في الحج حيث كان متمتعا وضاعت النفقة وتحول يا شيخ صالح للإفراد؟ لا، ما يتحول للإفراد، يصوم عن الهدي، يصوم 3 أيام في الحج و7 إلى رجع، يعني بعد الحج. نعم. يقول السائل أيضا يا شيخ: ما أفضل الأنساك التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على الالتزام بها؟ ما في التزام، يخير بين المناسك 3، إما التمتع وإما القران وإما الإفراد، يخير بينها، وأفضلها التمتع. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول: ما حكم تأخيري للحج إلى ما بعد الزواج؟ إذا كان ما عندك مال يغطي لتكاليف الزواج وتكاليف الحج، فإنك إذا أمنت على نفسك من ترك الزواج، أمنت على نفسك من الوقوع في المحرم، فإنك تقدم الحج. أما إذا كان المال قليلا تخاف على نفسك إذا لم تتزوج، فإنك تقدم الزواج. نعم. صوت. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الهواء مباشرة مع سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب ما زال يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. الشيخ صالح، سفر المرأة للحج بدون محرم فضيلة الشيخ، هل تسافر وهل سافرت مع مجموعة من أقاربها؟ لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
إذا كان ما عندها محرم فإنها تنتظر حتى يتوفر لها المحرم وتحج. نعم. يوم التروية يوم من أيام الله، فما هي الأعمال المشروعة في هذا اليوم، ولماذا سمي بيوم التروية؟ سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، يحملون معهم الماء إذا خرجوا إلى منى وإلى عرفات، لأنه لم يكن في ذاك الوقت ماء متوفر في المشاعر. وأما اليوم الحمد لله توفر الماء في المشاعر، والحكومة وفقها الله وفرته لهم، فلا حاجة إلى حمل الماء. لكن بقيت التسمية على ما هي عليه. يوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. الأعمال المشروعة في اليوم العاشر وعبارة افعل ولا حرج. افعل المشروعة يوم العاشر رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فإذا رتبها فهو أحسن، وإذا قدم بعضها على بعض كأن حلق قبل أن يرمي الجمرة أو طاف وسعى بدأ بالطواف والسعي قبل الرمي فلا حرج في ذلك، قولي لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر من هذه المناسك إلا قال افعل ولا حرج. نعم. جزاكم الله خير. وردنا هذا السؤال، يقول السائل فيه: أرجو من الشيخ أن يشرح لي حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، هذا فيه النهي عن البدعة في الدين، أن الإنسان يحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه هذا مبتدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أبو فيصل تفضل معنا من الطائف. أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة. نعم. السؤال الأول. السؤال الأول: جواز الإحرام من خارج الميقات. لا بأس بذلك، تحرم قبل الميقات ما في بأس. نعم. السؤال الثاني أبو فيصل. السؤال الثاني: جواز تأجيل طواف الإفاضة مع الوداع وهل هناك سعي بعد ذلك؟ طواف الإفاضة إذا أخرته وطفته عند السفر يكفي عن الوداع، وإذا كان عليك سعي تسعى بعده. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث: لبس الحزام والشبكة على الحرام جائز ولا غير جائز؟ إذا كنت تحتاج إلى الحزام فإنك تلبسه، تضع فيه حوائجك. نعم. شكرا يا أبو فيصل، بارك الله فيك. هناك إحرامات على شكل وزرة تباع فضيلة الشيخ، فما حكم الإحرام بهذه الأشكال؟ لا تلبس هذه لأنها تشبه المخيط أو هي نوع من المخيط، فالإزار لا يكون فيه شد ولا خياطة، ولكن يلف على الجسم ثم يثبت بحزام فوقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول في الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. نعم، المشتبهات يعني المختلف فيها، لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام لاختلاف الأدلة فيها، وهذه لا يعلمها كثير من الناس كما في الحديث. وأما العلماء فهم يعلمونها، يعلمون أنها حلال أو أنها حرام. نعم. يقول أبو بسام الشيخ: ما معنى التلبية ومتى نبدأ بها ومتى تنتهي؟ التلبية معناها الإجابة، أن تلبي
أنك مجيب لدعوة الله عز وجل، جئت للحج أو للعمرة إجابة لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم حينما أمره الله بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأنت تجيب هذا النداء تقول لبيك اللهم لبيك. نعم يا شيخ صالح، التكبير المقيد والتكبير المطلق متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر، من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، هذا المطلق. وأما المقيد فهو الذي يكون في أدبار الصلوات المفروضة مع الجماعة، الصلوات المفروضة مع الجماعة، إذا سلم يكبر بعد السلام، هذا التكبير المقيد. نعم. والتكبير المطلق يا شيخ قلنا؟ التكبير المطلق ليس له وقت، يكبر في كل الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم يا شيخ من ترك الأضحية مع القدرة عليها؟ لا حرج عليه بذلك لأنها ليست واجبة إلا بالنذر، إذا كان نذرها فإنها تلزمه، أما إذا لم تكن واجبة عليه أو وصية لميت وإنما يتبرع، فإذا تركها لا حرج عليه لكن يفوته أجر. نعم. بعض الناس يا شيخ صالح يتساهلون في صلاة العيد يا فضيلة الشيخ وينامون عنها، هذا حرمان. المسلم يحضر مع المسلمين ويشهد دعوة المسلمين ويشارك في هذه الشعيرة لأنها من شعائر الإسلام، فلا يحرم نفسه من ذلك سبب الكسل والنوم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول سأذهب مع والدي مع حملة للحج، ولكن قد تأتيني الدورة أو العذر الشهري وأنا في الحج، ماذا علي مأجورين؟ لا يؤثر الحيض، لا يؤثر على الإحرام وعلى مناسك الحج، إلا في الطواف فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت شيخنا الكريم، يقول السائل كيف يستشعر الحاج عظمة الزمان والمكان وهو في الرحاب المقدسة؟ هذا الشيء يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب، فالله جل وعلا يجعل في القلب الخشية والخوف والرجاء، هذا شيء من الله عز وجل. نعم. تفضل يا متعب معنا على الخط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، في سؤال سريع يا شيخ. تفضل. حركت الله يحفظكم أنا وشخصين من عرفة إلى مزدلفة، لما أقبلني على مزدلفة كان الناس زحمين فيها، فخفت أني أزاحم الناس وبس خارج مزدلفة. اي نعم، اذا بت خارج مزدلفة عليها علامات يا اخي، اذا بت خارجها وقصرت عنها يكون عليك فدية، ولم تدخلها فانه يكون عليك فدية لانك تركت واجبا من واجبات الحج وهو المبيت في مزدلفة. طيب يا شيخ، معي شخصين، انا قلت لهم بيتوا معي. اي انت وياهم، كل واحد عليه فدية. نعم. أنا ملزم بالفدية حقتهم؟ لا، هم يقومون بها. شكرا. ولو تسببت في أنهم يبتون معي؟ نعم. بارك الله فيك، شكرا. فضيلة الشيخ، هل القضاء يقول والقدر بمعنى واحد؟ نعم، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم. يقول ما تعريف البر وما تعريف الإثم؟
البر هو العمل الصالح، والإثم هو العمل السيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لمن سافر يوم الحادي عشر ووكل ولده للرمي عنه لأنه يقول كان يعاني من ألم في شرايين القلب، يا أخي لا ينفر حتى يكمل الحج، ما يجوز له يسافر إلى بلده حتى يكمل الحج، وإذا كان عاجزا فإنه يوكل على ما عجز عنه، مثل رمي الجمار، مثل يوكل على ما عجز عنه ويبقى في بدنه مع الحجاج حتى يكمل مناسك الحج. نعم. فضيلة الشيخ، تقول الأخت قديما كانوا يقولون بأن الأضحية خاصة بالأموات، وقد فاتني خير كثير في تلك السنوات لم أضحي، وأنا الآن تقول عازمة على أن أضحي كل سنة. لا بأس بذلك، وما فات ليس عليك فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم، هل على الحجاج صلاة عيد فضيلة الشيخ؟ لا لا، ليس على الحجاج صلاة عيد، صلاة العيد على أهل الأمصار. نعم. وكم حج الرسول تقول صلى الله عليه وسلم من حجة؟ حج بعد الإسلام حجة واحدة، هي حجة الوداع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، نحن في نهاية هذه الحلقة، وتعودنا الحقيقة أن نذكر دائما وأبدا بجهود هذه البلاد المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، ولا ننسى أيضا جهود رجال أمننا البواسل بالدعاء. لعل لكم كلمة أخيرة يا شيخ صالح. نعم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدولة وأن آمين. يعينها آمين. ويحفظها آمين. لتقوم على مصالح المسلمين آمين. وندعو الله أيضا للمرابطين على الحدود آمين. وأن الله يكتب لهم أجر الرباط وأن آمين. يثيبهم وأن يعينهم وأن يسدد رميهم آمين. وأن يحفظ بهم العباد والبلاد. شكر الله لكم سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان، بارك الله فيكم وفي علمكم على هذه الإجابات المبنية على الكتاب والسنة، وعلى هذه الإجابات التي استفدنا منها نحن في الاستوديو وأيضا المشاهدين والمشاهدات.